متعودين كل نهار السبت تروح لعند المتنبي الجوي لنشوف كيف حيكون طقسنا يا هاي. اكيد يا رشا. خلينا ننتقل مباشره معنا عبر اتصال هاتفي المتنبي الجوي حسان الجردي. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحك استاذ حسان. يعني تعودنا كل سبت نعرف من حضرتك كيف عم تكون احوال الطقس، درجات الحراره بمحافظاتنا السوريه، خصوصا عم نشهد بهالايام ارتفاع كبير بدرجات الحراره، خبرنا كيف عم يكون الوضع بشكل عام. شكرا عينك. بداية صباح الخير من جديد لك للأخبارية السورية، لزميلتك، لفريق العمل. هلا بشكل عام تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المنطقة مستمر، ودرجات الحرارة رح تضل اليوم أعلى من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية بأغلب المناطق والمدن، والجو بشكل عام حار وصحو بشكل عام، دائم تحديدا بالمنطقة الساحلية مع فرصة ضعيفة لهطل الأمطار اللي هي خفيفة عشوائية الحدوث في أجزاء من المنطقة الساحلية تحديدا. باجزاء من المنطقه الساحليه نقصد بشكل خاص بالفرصه الافضل بالساحل رح تكون بالمرتفعات الساحليه، اما بالمناطق الشرقيه بالشمال الشرقي بالجزيره بالباديه اجواء سليميه مبرره وشديده الحراره. بشكل عام يبقى تاثير المنخفض الموسمي الهندي السطحي المتفق بالتيارات الجنوبيه غربيه اسرع الى التيارات المداريه مستمر خلال هذه الفتره، والرياح جنوبيه غربيه في المنطقه الساحليه والجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة خلال ساعات بعض الظهر والمساء تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 65 كيلومتر بالساعة، خاصة بالمناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المنطقة الشمالية تسير الغبار في بعض المناطق الداخلية. البحر خفيف ارتفاع الموج، درجة حرارة مياه البحر 28 درجة مئوية. البحر مع النشاط في الرياح الغربية الشمالية الغربية نهار بكرة وبعد بكرة بتحول إلى من خفيف إلى خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. هلأ بشكل عام تستمر هيدي الأجواء خلال هدول اليومين القادمين، ودرجات الحرارة بتكون مستمرة بالارتفاع لتبلغ أعلى ارتفاع إلى منتصف الأسبوع يوم الاثنين والثلاثاء، بحيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية في مختلف المناطق، والأجواء حارة بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، أجواء سديمية شديدة الحرارة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. بشكل عام بتميل الحرارات للانخفاض بالمناطق الغربية والجنوبية اعتبارا من يوم الأربعاء والخميس القادم من نهاية الأسبوع، ويبدأ تأثير الكتلة الهوائية الحارة والأجواء الحارة على المنطقة بالانحسار اعتبارا من يوم الأربعاء بالمناطق الغربية والجنوبية، مع حرارات نهاية الأسبوع تكون أعلى من المعدل من 1 إلى 6 درجات مئوية بالمناطق الجنوبية والغربية، بينما يستمر تأثير الأجواء الحارة والكتلة الهوائية الحارة بالمناطق الشرقية الجزيرة البادية الشمال الشرقي الأجزاء الجنوبية الشرقية، مع حرارات أعلى من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية وارتفاع بقيم الرطوبة السطحية، مما يعطي إحساس بدرجات حرارة أكثر مما هي في الواقع خلال ساعات النهار، بينما خلال ساعات الليل مع توفر الرياح الغربية والرطوبة الكافية يكون لها دور إيجابي بحيث تكون الأجواء أكثر اعتدالا وانتعاشا. هلأ بشكل عام الرطوبة تكون مرتفعة تحديدا أكثر مناطق ارتفاعا هي الأجزاء الغربية والمنطقة الساحلية، بحيث تصل الرطوبة السطحية إلى 90% مع شعور بدرجات حرارة أكبر مما هي بالواقع، بينما تكون الرطوبة أقل ما يمكن ضعيفة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية لا تتجاوز من 15 إلى 35%. بشكل عام الساحل السوري اللاذقية مدينة اللاذقية الحرارة المتوقعة 33 يشعر بها أهلنا بالساحل 40 درجة مئوية مع الرطوبة العالية اللي عم تتراوح من 50 إلى 90%، بينما في العاصمة دمشق الرطوبة من 25 إلى 65%، ودرجات حرارة عم يشعر فيها أهلنا بدمشق 43 درجة، علما أن درجة الحرارة المتوقعة 38 درجة. بشكل عام درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق اليوم 38-22، القرينطرة 32-21، القلمون المرتفعة الجبلية 30-19، درعا 36-23، السويداء 32-20، 34-23، حماس 37-23، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 43-30، بالساحل السوري 32-27، بالشمال حلب 38-25، إدلب 36-25، المنطقة الشرقية دير الزور الرقة البقال 42-28، بالبادية السورية مدينة تدمر 39-25. دائما نصائح لمذكرة خلال فصل الصيف وتأثرنا بالكتل الهوائية الحارة لما يكون في عنا موجة حارة عم تأثر على المنطقة،
بنعيد وبنذكر عدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، شرب كميات كافية من المياه، عدم إشعال النيران بالغابات بالمناطق الحراجية، وترك المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار المعرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس بالأماكن المغلقة. تمنياتنا بالسلامة للجميع، وإن شاء الله يعني اعتبارا من يوم الأربعاء القادم راح يكون بالمناطق الغربية والجنوبية انخفاض درجات الحرارة، راح يكون واضح مع انحسار الكتلة الهوائية الحارة، ولكن في الأجزاء الشرقية والجزيرة والبادية راح تظل مستمرة على الرغم من أنه في انخفاض، ولكن انخفاض بسيط في هذه المناطق.